أعلن البنك الوطني الأوكراني زيادة احتياطي العملات الأجنبية، حيث تمكن البنك من شراء 79 مليون دولار ونصف خلال الأسبوع الماضي فقط. نشر البنك الوطني الأوكراني بيانات على موقعه تشير إلى زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي بنسبة 33% منذ بداية العام الجاري. وأوضح البنك أن احتياطي الذهب والعملات الأجنبية ارتفع بمقدار 1.2 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى وفرة العملات الأجنبية في شهر يوليو الماضي، مؤكدا أن زيادة احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية تساعد على تعزيز واستقرار قيمة العملة المحلية الهريفنا.